محمد طاهر، محمد احمد غزال. من الخطوات الموجوده عن السجنايه المربوطه والمحرزه في الامر نستمع اليه ونشوف حديث كيف تحرر الانسان. تفضل. بلدنا فيها ايه؟ واحنا بنعمل ايه دلوقتي؟ كلنا عارفين ما كان قبل ثورة 25 يناير 2011، فساد، تزوير انتخابات، سرقات، ظلم بطريقة حرة، وأعلنوا إذا رفضت بطريقة الفراش هو في مرض الموت. لمسات المحكمة واستفزت بعد حفظ المستندات من الحالة التي أعلنوا بالأخيرة وكانت المحكمة لا سيدي معي. لظروف ظروف إنسانية بس. هذه المحكمة تأكيد نفس 25/10/15 بسبع شهور الإثبات على الأول والخامس والسادس عشر والسابع عشر والثاني والعشرون وللقرار الصادر فيما يتعلق برسخ الإطلاق المتهم الأول وما يتعلق بكل من المتهمين سليماني وإبراهيم عبد الله ومحمود محمد إسماعيل حمادي وبديل حمد علي الأطلاق وصلاح المجتمع بالسلام حسن محمد حزين للحصول على شهادة التحركات على شهادة من جوازات التحركات خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 30/8/2013 وكلام الطبيب استاذ تفسير المحفوظ به المتهم الطبيب حسين حسنين بتوقيع الناس الطبي على اسنانه وتطلب الدفاع مع الجلالة اللي تم بالذات بعد استمرار 5 متهمين محبوسين على سبيل القضية وتلك الجلسة. طبعا الجلسة.